أتمنى على المواطن أنه هو يطبق هذه الحملات التوعوية، يطبق هالإجراءات اللي تنادي بها وزارة الصحة، يستمع إلى مصلحته، يعني هو مصلحته أنه يحمي نفسه من المرض. فنتمنى من المواطن أنه يسمع هذه المناشدات من عندنا، حقيقة مناشدات للمواطنين أنه يحمون أنفسهم من هكذا مرض مميت. سيد دكتورة، حتى أفهم، اللحوم المجمدة الآن اللي تباع بالأسواق ممكن تكون مصابة بالحمى النزفية؟ يعني هو اللحوم المجمدة اللي هي تجي مجمدة لفترات طويلة، هو طبعا التجميد لا يقتل الفيروس، المرض هو مرض فيروسي، التجميد لا يقتل الفيروس، الطبخ هو ممكن يقتل الفيروس، الحرارة العالية ممكن تقتل الفيروس. اللحم المجمد هو يفترض انه هاي اللحوم الى ان اجتنا مجمدة، مو اللحوم اللي تنذبح بالبيت وتجمد بالمجمدة، لا هذه تختلف. يعني اكو لحوم هي تشترى مجمده وتباع مجمده، هذا اللي اقصده، هذه يفترض انه تم معاملتها بطرق صحيه حتى توصل بحاله صحيه المواطن. لكن لما احنا نذبح اللحم بالبيت او بمحل قصاب ونجيبه نجمده ونتصور هذا التجميد هو راح يقتل الفيروس، ولما نطلعه من المجمده ونرجع نتعامل وياه ما راح نتمرض، لا هذا فكرة مو صحيحة. لأن التجميد الحيوان لما ذبح بهذه المنطقة وجمد، التجميد لا يقتل الفيروس، لكن الحرارة العالية يعني ممكن، هناك مشاهدات أنه تترك اللحم لحوالي 6 ساعات بدون أن تتعامل وياه، تتركه في مكان زين وبدون أن تتعامل، أكو مشاهدات أنه هذا ممكن تقلل من نسبة الفيروس الموجودة بهذه اللحم. وإذا انطبخ بطريقة صحيحة؟ إذا انطبخ بعد ما عندنا أي مشكلة، ماكو إحنا مشكلتنا مع اللحم الحي اللي هو بعد طازج وغير مطبوخ، بس انطبخ بعد ما، يعني اللحم المجمد ما عليه مشكلة إذا طبخ بطريقة صحيحة، أطلع من المجمدة ألبس كفوف، أقطعه ألبس كفوف، ذبيته بالجدر أشيل الكفوف وأذبها بسلة النفايات، وبعد هو ينطبخ خلاص.